انا بجد مش مصدقه في واحده متربيه من عيله تقول الفاظ زي دي. ازاي واحده متجوزه دكتور زياد تقول كلام زي ده؟ انا مع الشك بقى لي قد ايه؟ عمري في حياتي ما سمعت صوتك عالي ولا سمعت منك لفظ كده ولا كده. لا 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 لا، ربنا يعينك، ربنا يعينك على دي عيله. ايه ده؟ انت رديت عليها؟ وحياه ابني، انا ما رديت عشان خاطرك، عملت خاطر ليك واحترمتك. بس بقول لك ايه، انت لازم تجيب لي حقي، ما تسلمنيش بقى المره دي. والله العظيم يا زياد لما جبت لي حقي لكم مبهدلاها وجايبه حقي بايدي. وانت بقى مصدق اللي هي حكيته ده؟ يعني انت مصدق ان انا اعمل حاجه زي دي؟ ده لوجيك بالنسبه لك؟ لا طبعا، بس انت ثانيه واحده. ايه يعني؟ المستشار صفوت بعت لحضرتك المذكره دي عشان تراجعيها قبل ما تروح المحكمه الاداريه. ماشي، شكرا. سيبيني. طب الراجل بتاع عمارة امبابه وصل في الميعاد المتحدد له وقاعد بره مع المحامي بتاعه. عد على ساعتك دقيقتين بالظبط ودخله لي. ميرسي. ايوه زياد. هو انت ليه ما كلمتنيش وحكيتي لي؟ لازم كل حاجه اعرفها منها هي الاول؟ عشان يا زياد انا لا تافهه ولا فاضيه، انا ست مشغوله وفي شغلي وناس داخله خارجه عليا زي ما انت سامع كده بالظبط. انا حتى ما عنديش وقت ان انا اطمن على اخويا، وعلى فكره المفروض كمان ان انت دكتور ومشغول مع عيانينك، ولا انت فاضي الاستاذه نرمين اللي داخله خارجه عليك تقول لك على اخبار؟ وبعدين بقى لو هي قاعده قدامك دلوقتي اشكرها لي، اشكرها لي على الفيديو اللي هي جت وزعته على ناس كلها في الشغل النهارده وقالت لهم دي مامت جميله. يا نهار اسود على الفضايح. طب وانت هتعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ مش عارفه اعمل ايه. طلبت اجازه وهما مش موافقين. في شغل كتير جدا، في قضيه واحده بس انا بحقق فيها مع 88 موظف والمفروض ان انا اسلمها كمان يومين. انت بجد مش متخيل انا حاسه بايه؟ انا هموت، مش عارفه اتعامل مع الناس في الشغل، مش عارفه احط عيني في عينين حد. حاسه طول الوقت ان انا اللي في الفيديو ده مش هي. كل ما ابص على حد ولا اجي اتكلم مع حد احس ان هو بيشاور عليا، بتفرج على الفيديو، مش عارفه اعمل ايه. طب زياد هرجع اكلمك تاني. يلا، لا اله الا الله محمد رسول الله. اهلا يا فندم، اتفضل. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.